عنده هاجس طول الوقت الناس اللي شافهم ماتوا من الفقر، وعشان كده الرئيس السادات عمل له معاش وهو رفض ياخد المعاش. انا هقول لك ان المعلومه دي لان انا حضرتها وما كنت واعي يعني. قال له باللفظ كده، قال ايه ليه هو انا محتاج، حتى دي كانت الناس كلها استعجبت، الراجل بيدي لك المعاش، قلت له ليه وانا محتاج. فعنده كان عزة نفس قوي في الحته طب انا دايما بيستوقفني، انا مره سمعت له حوار كده على اليوتيوب ان هو حياته ما كانتش سهله في الاول خالص، ان هو لما دخل الفن دخل بصعوبه يعني صعب، وحياته ما كان فيها في كتير من الفقر وكتير من النجاحات لغايه ما وصل. ايه اللي تعرفه عن بداياته احنا ما نعرفهاش؟ البدايات يعني البدايات دي مش بس تنطبق على جدي الله يرحمه، دي تنطبق على الجيل العظيم ده اللي هو أسس الفن في مصر. كلهم ناس يعني تحدوا المجتمع وتحدوا ظروفهم عشان خاطر ان هم بيحبوا الفن. يعني هو دخل ازاي الفن؟ أبدا، هو غاوي وكان يروح يتسلل كده ويروح يتفرج على المسرحيات ويتفرج على كان وقتها بقى انت عارفه حضرتك كان في معروف فرق كده زي اولاد عكاشه وبتاع مش عارف ايه، يعني كانت فرق معروفه، وكان هو يتسلل ويروح يشوف، عجبه الجو ده والطريقه دي في الحياه يعني. فهو ساعتها كان موظف في الجمرك عادي، موظف في الجمرك. الجمرك وكان بيساعد برضه والده، كان عنده محل مانيفاتوره فكان بيساعده فيه يعني، وكانت خلاص المستقبل بتاعه ان هو راجل مستقر هيشتغل موظف وعنده كمان شغله الخاص، حياه لطيفه وجميله. جد ابدا اطلاقا المغامره، لا اروح اشتغل ويعرض نفسه على الفرق ويشتغل نداهة على الفن ويشتغل تمكنت منه فخلاص بقى. زي الجيل ده فعلا، انا بحترم الجيل ده فعلا ان هو اللي بدا. لو الناس دي ما كانتش ابتدت بالطريقه دي وما كانش الامكانيات الماديه زي دلوقتي، فنان دلوقتي بيكسب كتير لكن وقتها يدوب كانت هما حاجات كانوا بيصرفوا على الفن، بالظبط ما كانوش بيتكسبوا يقعدوا منه. فترات طويله ما فيش ايراد خالص، يعتمدوا على نفسهم لحد لما يجي شغل. طب وقال مين لهم كان لا، اصحابه في المرحله دي وكمل معاه بقى اسمه معروف؟ ما انا بقول لحضرتك بقى هو في صداقات في كل مرحله من المراحل. اول مرحله المرحلة الأولانية طبعا كان معروف حسين رياض، كانوا أصدقاء جدا وكانوا ساكنين مع بعض في شبرا زمان خالص، ويعني حتى ابنة الفنان استاذه الكبير فاطمه حسين رياض بنحييها. كنت مرة التقيت بيها على الفيسبوك يعني، وقالت لي فعلا هم كانوا أصدقاء جدا يعني. فدي كانت في الفترة الأولانية. بعديها بفترة كان ارتبط جدا بأنور وجدي أيام فيلم قلبي دليلي والحاجات دي، وكان برضو من الأصدقاء. طبعا فرقة الريحاني كلها كانوا يعني الأصدقاء، وفضلوا البعض مع بعض الآخر خالص يعني. منهم الله يرحمها ويحسن إليها الفنانة ماري منيب، دي كانت بتزوره في البيت. كانت بتيجي في البيت. كانت بتيجي في البيت، متذكر جدا. مين تاني حضرتك شفته في اللي في البيت؟ المرحلة النهائية بقى، والغريبة ان هو ده بعد لما عملوا فيلم واحد مع بعض، هو الفنان احمد مظهر، عملوا فيلم واحد اسمه خطيب ماما، كان مع الله يديها الصحة نبيلة عبيد ومديحة يسري الله يرحمها، وكان هو معاهم وأحمد مظهر وهو كان البطل. وبعد كده ارتبط بيه جدا، بحيث كان بيزوره دايما، يجي في الفيلا عنده يزوره نازل. من وجهة نظرك الارتباط ده كان جاي ليه؟ يعني لو انت بتحضر انا بيتكلموا في ايه؟ ايه اللي كان بيجمعهم ما بينهم وبين لا بعض؟ كانوا بيتكلموا دايما في ذكرياتهم اولا مع بعض، دي لازم بيتكلموا عن وقتها. كان ابتدت الاحوال ما بتبقاش قوي في الفن زي ما كان في فتره، انت عارفه حضرتك كانت فيها الافلام المقاولات والحاجات دي بعد 67. فدايما كانوا بيتكلموا عن الفتره دي يعني، احنا كنا فين وبقينا فين وكده يعني، ده محور الحديث دايما. لكن هو كان عامه استاذ احمد مظهر الله يرحمه كان له اخلاق الفرسان كده يعني، فكان له شياكه كده. اعتقد ان هو مجرد ان هو عشان عمل معاه فيلم واحد فاصبحت ان يعني ان هو لازم يبقى موجود ان معاه هو يبقى ويشوفه موجود، ويحضر وخصوصا قاعد في البيت يعني.